فقرة الفاشن عندي إياها غير. اخترت لكم أوتفيتس مثل ما شايفين بأسعار كلش حلوة، أسعار ممكن الكل تقدر تشتري من عندها. أكيد إحنا بالإمارات عندنا هواية مواسم ديسكاونت، المحلات يسوون دائما ديسكاونت. حشارككم يعني بعض القطع، راح أبيكم أول شيء بالمانيكان. هذا الأوتفيت الكامل ما عدا الشال يجي مثل الصوف مثل ما شايفين، وبي حركة حلوة. يجي بنطرون، شوفوا إيش قد حلو، ويا البلوز مالته. هاي سعرها 130 درهم، كلش وفقت بيها وكلش حبيتها. حبيت أرهمها ويا الإشارب هذا. الإشارب هذا اشتريته أتوقع 35 درهم. أكيد تقدرون تحطون ويا أي شوز أنتوا حابين. هسا أجيكم على الفستان. الفستان هذا الأسود كلش أحبه، مشتريها تقريبا من عنده ثلاث ألوان، أسود والنود والرصاصي. كلش أحب قماشه حلو. هذا اشتريته همين أونلاين. اشتريت قطعة واحدة جربتها، شفت الكواليتي مالتها حلو، رجعت كريت الكل اشتريتهم. هذا تقريبا سعره كان الله لا يكذبني 80 درهم. هسه اجيكم على ايتمز ثانيه. هذا الايتم شبيه الى هذا الايتم، هذا همين كلش احبه واحب لونه. البسه دائما ويا فلات او مرات ويا كعب حسب انتم وين طالعين وين رايحين. هسه نجي قطعة ثانية. طبعا هاي اشتريتها من محلات هنا أنا موجودة بالإمارات، بس توفقت بالسعر مالتها، كانت ديسكاونتد والديسكاونت كان عليها كلش قوي، بحيث هيك لما لقيتها عيوني هيك صارت تلمع. مثلا هذا الجينز جميل، ومن الجينزات اللي أنا صدق 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 أحبها. هذا كان تقريبا سعره 115 درهم. هذا داراويكم اوتفيت، اختاريت لكم اوتفيت همين سعره راح تنصدمون. يجي تنوره، شوفوا التنوره هاي بيها كسرات، قماشه يجي تقريبا مثل الجرسي كوتون جرسي، بي هاي الكسره تسوي حركه حلوه، وبي فتحه تقريبا هنا. هاي التنوره تخيلوا سعرها 78 درهم بوينت سمثينج، يعني 79 درهم. هذا اشتريته اونلاين. اوكي الاسود مالته كلش حلو، وحتى المخمل مالته حلو، القماش كلش ثقيل ومرتب. الابيض مالته كان مو كلش. اراويكم اوبشنات ثانيه. هسه بما انه موسم الشتاء ونحب شغلات هيك صوف وشتويه، هذا اشتريته ديسكاونتد كلش احبه، يعني صار له تقريبا عندي من بدايه الشتاء. كلش مريح وحلو، اقدر اقيس لكم اياه هسه. شوفوا شكد حلو ستايلش، تلبسوه فلات ممكن تلبسوه كعب حسب ما انتم حابين. كلش حبيته هذا وتوفقت به، لانه سعره تقريبا يعني 65 هيك شيء، يعني ولا شيء. وهذا الجينز حبيته، اشتريته قبل تقريبا اسبوعين، عليه ديسكاونت حلو ب 120 درهم كان. هذا القميص تقريبا صار اقل من سنه وياي، بوقتها اشتريته ب 79 درهم بوينت سمثينج. طبعا شغلات اللي سعرها حلوه ما انساها، لانه امشي واحكي بيها، يعني احس نفسي انه شلون رافحه لي نصيب. هذا التوب هم من المفضلين عندي وما استغني عنه ابدا ابدا ابدا، يعني عندي اياه لازم يكون موجود. اللي مثل ما شايفين هو يجي مثل المايو، جسم يطلع يجنن، كم طويل يجي. هذا اشتريته 120 تقريبا، 120 درهم بس. قطعه يعني صار لها كم سنه وياي، صار لها هوايه وياي كلش. وهسه راح اختار وياكم اوتفيت البسه. ايش تختارين يا مينا؟ وهذا اللي اختاريته اليوم وراح ابقى بيه لان الجو شويه بارد. كلش حبيته، حبيت الحركه اللي بيه اللي هي البوكت هنا والبوكت هنا، ان شاء الله تكونون انتم همين حبيتوا. طبعا سويت له ستايلينج ويا غيرت الكعب، سويت له ويا فلات، كلش حسيته ارهم واحلى.